صاحب السيادة المطران سمير مظلوم السامي الاحترام، سعادة النائب نديم جميل، معالي الوزير إدمون رزق، معالي الوزير كريم بقردوني، معالي الوزير خالد قباني، الجنرال شامل روكوز، الفعاليات السياسية والدينية والعسكرية، الأساتذة الكرام والطلاب الأحباء، يطيب لي أن أرحب بكم فردا فردا في حرم جامعة الروح القدس الكاثوليك، جامعتكم جميعا على حد سواء، أنتم عشاق المعرفة والبحث عن حقائق غامضة وهاربة من قبضة المنطق وتحليلاته المتماسكة. يشهد تاريخ لبنان والمشرق لهذه الجامعة الوطنية العظيمة في تفعيل العقل والروح خدمة لقضايا الإنسان، أي إنسان، في هذا الشرق المعذب والمعذب. وأعرب أيضاً عن فرح الكبير بالتعاون الفكري والبحثي مع نخبة المعية من سياسيي لبنان ومفكريه للإحاطة الموضوعية بمسائل وطنية على درجة عالية من الأهمية. فإنني أسوق شكراً عميقاً إلى كل محاضر سيغنين بمقارباته العلمية والموثقة، وإلى كل رئيس جلسة لما سيبذله من جهد فكري وحنكة حوارية لإنعاش التثاقف وتسليط الضوء على التنوع التحليلي المثري في مساحات التلاقي والتعارض. كما يطيب لي أن أوجه كلاماً امتنانياً خالصاً إلى جمعية ميموريا ورئيسها السيد نعوم فرح، وإلى السيد إليلياس، وإلى مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في مكتبة الجامعة المركزية بإدارة الأب العزيز جوزيف مكرزل الذي رفعها بمهاراته التنظيمية ورؤيويته إلى مرتبة عالمية في تقنيات الأرشفة وتنوع خدماتها. وإنني أشكر أيضاً جميع وسائل الإعلام التي ستغطي وقائع هذه الندوة. يسرني عشية الاحتفال بالمئوية الأولى لولادة لبنان الكبير أن تأتي كلمتي في الندوة تحت عنوان مفهوم السيادة الوطنية من اتفاق القاهرة إلى اتفاق الطائف، تعبيراً صريحاً وشفافاً عن السيادة الوطنية التي أفهمها أنا شخصياً وعياً متشدداً لمقومات استقلال الوطن المتفاعل والمتلاقح مع ثقافات العالم من جهة، والتزاماً بدون مساومة جزئية أو كلية بركائز الحرية والكرامة في كل تعاط مع بلدان أخرى وانفتاح عليها وتعاون معها من جهة ثانية. إن العقل الباطن اللبناني على اختلاف مشاربه يشده أبداً الحنين الأصيل إلى الثابتة العابرة للطوائف والعقائديات، بتعبير آخر إلى الانتماء إلى الوطن أرضاً وشعباً وسيادة. فبالنظر إلى بطاقة الدعوة إلى هذه الندوة استوقفتني صفحتان من جريدة النهار، الأولى تعود للعام 1969 والثانية للعام 1989، ولا يخفى على فطن المعنى السياسي الذي يختزنه هذان التاريخان. ففي زمن فلسطين أولاً عقد اتفاق القاهرة وكان لبنان أول ضحاياه، فانتكست السيادة الوطنية وتعطلت مفاعيلها وقسمت المجتمع اللبناني المتعدد الانتماءات إلى طوائف أمم، وانضوى تحت لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية عدد من الأحزاب السياسية اللبنانية والإقليمية، فانفرط العقد الاجتماعي اللبناني الهش والهجين، ودخل الوطن في أتون الحرب التي انتهت باتفاق الطائف عام 1989. من سخرية القدر أنك تقرأ في مذكرات محمد حسنين هيكل على سبيل المثال لا الحصر أن الدولة المصرية يوم تم عقد اتفاق القاهرة في الثالث من شهر تشرين الثاني من سنة 1969 لم تطلب من اللبنانيين هذا الحد من التجاوز لمفهوم السيادة الوطنية في سبيل القضية الفلسطينية، وإن كانت هذه الأخيرة محقة وطافحة بالمآسي وتستدعي بالتالي تعبئة عربية ودولية لإحقاق الحق. إذ بهكذا خطة عبثية وفاشلة مسبقا في الدفاع عن القضية الفلسطينية نكون قد خلقنا قضية عربية أخرى ليست أقل خطراً وإلاما. ودهشت الناصرية من تصرف جزء من اللبنانيين أنذاك، وقد تجندوا حتى الاستماتة في الدفاع عن مشروع قيام كيان فلسطيني مسلح ذات سيادة وقرار حر مختلف جذرياً عن تنظيم المخيمات الفلسطينية المسلحة
في بلدان عربية أخرى. وإذا عدنا إلى مذكرات الرئيس الراحل شارل حلو في اللغة الفرنسية لوجدناه يحاول بجهد عنيد الدفاع عن أنه لم يفرط قط بقسمه الرئاسي الذي يلزمه بالحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله وكرامته عندما وافق على الصيغة الأخيرة لاتفاقية الطائف القاهرة. فهو يردد باستمرار أنه كان يطلب من رئيس الوفد اللبناني قائد الجيش آنذاك إيميل بوستاني أن يضيف في الكثير من البنود السيادة الوطنية اللبنانية. إن هذا الحرص على إنقاذ ما كان يمكن إنقاذه من مفهوم السيادة الوطنية يبين بشكل لا لبس فيه أن اتفاقية القاهرة في مضمونها وأهدافها إنما كانت نسفاً ممنهجاً ومتدرجاً للدولة اللبنانية ومقوماتها. ومصداقاً على ذلك ما حدث فعلاً من حرب مدمرة شاملة ومقوضة للعقد الاجتماعي والسياسي اللبناني وما استتبع فيما بعد من إلغاء كامل لمندرجات اتفاقية القاهرة من قبل المجلس النيابي اللبناني. لقد خدشت السيادة الوطنية في لبنان مراراً لكنها لم تنهزم، وإن التوى عنقها فلم ينقطع، والفضل كل الفضل في استمرار إحياء مفهوم السيادة الوطنية كان دوماً يرتبط باستعادة بنية النحن اللبنانية بعد كل أزمة ناتجة عن محاولة المكونات أن تستنجد بالغريب أياً كان هذا الغريب لتستقوي به على واحدة من مكونات الوطن أو عليها كلها مجتمعة. فكما في أوائل الاستقلال اتخذت السيادة الوطنية موقفاً بين لأين، لا للغرب ولا للشرق، نعم للبنان، ولئن استسيغ النقد يومئذ أن لأين لا يصنعان بلداً فقد حان الوقت لتقتنع عائلات الروحية اللبنانية من جديد أن استضعاف أي مكون من النسيج اللبناني سيؤول بالضرورة إلى تصدع عام وشامل وبالتالي إلى تآكل مفهوم السيادة وانهيارها. فالمناعة الوطنية لا تبنى على حطام أي مكون في البنية العامة اللبنانية، فعلى شاكلة الجسد الحي أو أن تبقى جميع الأعضاء والخلايا في تكامل وظائفي وبالتالي في كنف نظام مناعي رادع، أو أن تدخل مجتمعة في هدأة الاحتضار والتلاشي والموت. إن مفهوم السيادة الوطنية في زماننا الحاضر لا يقوم البت على التقوقع والانعزال، بل على التعاون والتعاضد ضمن احترام كامل للمبدأ الفلسفي القائل عليك أن تكون ذاتك لكي تكون مع الآخرين. وأختم بتحفيز رائع وشامل للبابا القديس يوحنا بوس الثاني الذي وضع رسولية الكيان اللبناني على منصة المرجعية العالمية للدول المتعددة دينياً وثقافياً وعرقياً وحضرياً، إذ يقول فيه في هذا التحفيز اسهروا بكل ما أوتيتم من وسائل على هذه السيادة الأساسية التي تملكها كل أمة بفضل ثقافتها الخاصة، حافظوا عليها حفاظكم على حدقة عيونكم خدمة لمستقبل البشرية، لمستقبل العائلة البشرية، وشكراً.